هذا الفيديو برعاية شركة الإيثار للاستثمار والتسويق العقاري في تركيا. ما هو عدد المرات التي خلت فيها أن الصخور المتساقطة من الفضاء قد هبطت على البشر؟ حادثة وحيدة في التاريخ تم توثيقها رسمياً بهذا الصدد، رغم الإبلاغ عن حالات أخرى. ففي شهر نوفمبر من عام 1954 سقط نيزك يزن 4 كيلوغرامات وتحطم على سطح منزل آن إليزابيث هودجز، وقد ارتدت قطعة الحجارة هذه لدى اصطدامها بالراديو لتصيب رجل السيدة المسكينة مخلفة كدمة كبيرة. يمكن القول أن احتمال إصابة مثل هذا النيزك الصغير لشخص على الأرض مهملة القيمة، لكن ذلك حدث بالفعل. فماذا لو سقط شيء أكبر من هذا على الأرض؟ على سبيل المثال أكبر كويكبات النظام الشمسي. اليوم يتوقع العلماء وجود عدة ملايين من المذنبات التي يقدر قطرها بمتر واحد أو أكبر من ذلك في مدار الأرض، وكل يوم يخترق ما يقارب 100 طن منها على شكل حبيبات رملية صغيرة أو حجارة صغيرة الغلاف الجوي للأرض محترقة فيه ومخلفة ذيلاً متوهجاً. وكل عام يتجه 30 مذنباً بوزن يبلغ 2000 طن نحو الغلاف الجوي للأرض، وأحياناً يصل حطامها إلى سطح الأرض على هيئة نيازك. أما النيازك الأكثر وضوحاً والتي يتجاوز قطرها 20 متراً فلم يحدث وأن سقطت على الأرض أكثر من 200 عام، آخرها كان النيزك الذي سقط على شيليابينسك في روسيا عام 2013، ومرة كل 1000 عام يصل إلى سطح الأرض مذنب كمذنب تونغوسكا والذي يصل قطره إلى 75 متراً. أما الكويكبات التي يتجاوز قطرها 100 متر فلا تصل إلى الأرض إلا مرات أقل من ذلك، ويمكن القول أنها مرة كل 10,000 سنة. أكبر الكويكبات والتي يتجاوز قطرها 4 كيلومترات أو الميل لا تصطدم بكوكبنا سوى مرة واحدة كل 100 مليون عام، لكن في هذه الحالة تصبح هذه الكويكبات سبباً لكوارث عالمية ترتبط بانقراض أنواع بأكملها. ولعل أحد هذه الكويكبات هو المسؤول عن فناء الديناصورات منذ 65 مليون سنة مضت. ولو لم تكن هناك أمطار ورياح أو عمليات جيولوجية مختلفة على الأرض لكانت كوكباً معلماً بالفوهات المتواجدة على سطحه كتلك التي يمكننا رؤيتها على القمر أو عطارد. وتؤكد الآثار الناتجة عن الأجسام الفضائية أن اصطدام الأجسام الفضائية بالكواكب والأقمار ليس ضرباً من الخيال العلمي مطلقاً، ويبقى وصول الأحجار الكبيرة هذه مسألة وقت لا أكثر. وبالنسبة لكويكب ما يمكن أن تكون السرعة أكبر من ذلك بشكل ملحوظ، لذا ستكون أكثر التقنيات تطوراً هي أبعد من أن تكون قادرة على إيقافها جميعاً في الوقت ذاته. وواحد من أخطر الكويكبات المرشحة خطورة ستقترب من الأرض في أكتوبر 2028، وهو الكويكب 1997 XF11، والذي من المحتمل أن يمر بجوار كوكبنا على مسافة تصل إلى 930,000 كيلومتر، وهي مسافة من القرب بحيث تجعل أمر رصده بالمناظير العادية أمراً ممكناً. ووفقاً لتقديرات مختلفة يتراوح قطر هذا الكويكب بين 700 إلى 1400 متر. فلنفترض أن أمراً ما سار على نحو خاطئ ليغير هذا الكويكب مساره متجهاً مباشرة نحو الأرض، ستكون سرعة اصطدام هذه الكتلة بسطح الأرض 48,000 كيلومتر. سينتج عن هذا قوة تدميرية تعادل انفجاراً بطاقة 1,000,000 ميجاطن. من الصعب أن نتخيل مثل هذا الرقم. تخيل احتراق هذا الكويكب جزئياً في الغلاف الجوي أو تحطمه إلى أجزاء أصغر. فإن حدث وارتطم أحد أجزاء هذا الكويكب التي يبلغ حجمها حجم منزل عادي بسطح الأرض بمثل هذه السرعة، ستعادل القوة التدميرية الناجمة عنه قوة انفجار قنبلة هيروشيما، وهي حوالي 20 كيلوطن. ومثل هذا الاصطدام سيسبب دمار كل بناء من الإسمنت المسلح في دائرة قطرها 800 متر من مكان اصطدام الكويكب، وكل ما هو مصنوع من الخشب في دائرة قطرها 2.4 كيلومتر سيغدو حطاماً. وإن بلغ طول الكويكب الساقط طول بناء مؤلف من 20 طابقاً وعرضه أكثر من 60 متراً،
ستكون القوة التدميرية للاصطدام تقريباً مساوية للقوة التفجيرية الناتجة عن انفجار قنابل نووية حديثة، وهي تقريباً 25 إلى 50 كيلو طن، وهي كافية لتحيل كل خرسانة مسلحة في دائرة قطرها 8 كيلومتر ومركزها مكان الاصطدام إلى حطام، ونتيجة لذلك ستهلك كل أشكال الحياة في الموقع هذا. في الحدث الذي يسقط فيه الكويكب 1997 XF-11 على الأرض بشكله الكامل، ستبلغ القوة التدميرية للانفجار 50 ضعف تلك القوة التي سببتها قنبلة هيروشيما الذرية، وكل شيء في دائرة قطرها ما بين 160 إلى 320 كيلومتر سيتحول إلى رماد. فإن كانت بؤرة الاصطدام واقعة على سبيل المثال في مدينة نيويورك، فلن يتبقى أي شيء حي من بوسطن إلى العاصمة واشنطن باستثناء البكتيريا عالية المقاومة. سيطلق الاصطدام كميات هائلة من الغبار إلى الغلاف الجوي، مشكلة غيوماً تحجب ضوء الشمس عن الأرض، لذا سيقضي أي ناج محتمل جراء لسعة برد محتملة. وإن سقط مثل هذا الكويكب في المحيط، سينتج عنه موجة هائلة يصل ارتفاعها إلى 30 متر، تكتسح كل ما يقع أمامها على الشواطئ القريبة. هذا الكويكب هو واحد من عدة أجسام خطيرة محتملة يمكنها أن تدمر أشكال الحياة على الأرض، وأخطر هذه الأجسام هو سايرس. ففي عام 2006 غير العلماء حالته من كويكب إلى كوكب قزم. يصل قطر سايرس إلى 945 كيلومتر، وقد أنشأ موظفو قناة ديسكفري رسماً متحركاً يظهر تأثيرات الاصطدام الناتجة عن اصطدام بين الأرض وسايرس. ووفقاً للفيديو الناتج، أولاً سيحجب هذا الجسم وشيك الاصطدام بالأرض ضوء الشمس عن جزء كبير نوعاً ما من سطح الأرض، ولدى وصوله إلى الغلاف الجوي سيبدأ الكويكب بالاحتراق. بعدها سيتجه سايرس إلى أعماق الكوكب منتجاً أمواج تسونامي هائلة، وستكون قوة الاصطدام هائلة جداً إذ ستتطاير أجزاء من كوكبنا مباشرة إلى الفضاء. لكن هذه الأجزاء لن تبقى هناك زمناً طويلاً، فالحطام الناجم سيعود ليسقط مطراً حجرياً على كل منطقة من كوكبنا. ستحترق سلسلة جبال الهيمالايا بما فيها قمة إيفرست متحولة إلى سهل منبسط، ومن المرجح ألا يتبقى أي ناج بعد اصطدام كهذا مع الأرض. والحمد لله، من غير المتوقع حدوث اصطدام مع سايرس في المستقبل القريب، لكن هذه التجربة الافتراضية تظهر لنا كم هي الحياة على كوكبنا هشة وسريعة التأثر. فوفقاً لعلماء من ناسا، يكفي كويكب بقطر 10 كيلومتر لتدمير أشكال الحياة على الأرض، وهو أصغر بخمسة وتسعين مرة من سايرس. وبما أن اصطداماً بكويكب كبير سيحدث عاجلاً أم آجلاً، يعمل الباحثون بجد لتجنب مثل هذه الكارثة. وأفضل طريقة لفعل ذلك هي تغيير مسار كويكب أو تدميره في الفضاء قبل أن يصل إلينا. وسعياً نحو ذلك، تخطط ناسا إلى جانب سبيس إكس لإطلاق المركبة الفضائية دارن، ومهمتها هي الاصطدام بالقمر التابع لكويكب ديدموس، والذي سيكون في أكتوبر 2022 على بعد عدة ملايين كيلومترات من الأرض. تزن دارن 500 كيلوغرام، وأبعادها 12.5 ب2.4 متر، ويصل قطر قمر هذا الكويكب إلى 50 متراً. ووفقاً لحسابات العلماء، ستصطدم المركبة الفضائية بالقمر بسرعة 6 كيلومتر، وسيتيح لهم ذلك المجال لتحديد ما إذا كان اصطداماً صغيراً سيؤثر على مدار كويكب. ومهما كانت الحالة، لن يكون اتجاه ديديموس وقمره نحو الأرض مباشرة بعد هذه التجربة، لأن مساراتهما ليست حالياً على مسار كوكبنا. في الحقيقة، بالنسبة لكل منا، تعد فرصة وفاة أي منا نتيجة اصطدام كويكب صغيرة جداً، حتى أنها أصغر من فرصة تعرض أحدنا لصاعقة برق، وهي تصل إلى 1 من 280 ألف. لكن هذه الإحصاءات تطبق على الأفراد، فإن تكلمنا عن الكوكب بالمجمل سيزداد معامل الخطر. برأيك، هل ستكون التكنولوجيا قادرة على حمايتنا من الاصطدامات المستقبلية؟ لنتعرف على آرائكم في التعليقات.